السلام عليكم إخوتي أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنشاهد فيه أغرب السرقات التي وقعت في المغرب وصورتها كاميرا المراقبة. في هذا الفيديو سنشاهد سرقات غريبة بطرق عجيبة لن تصدقوها لولا الكاميرات. قبل أن نبدأ، إذا تفضلت وتكرمت اشترك في القناة واضغط على زر إعجاب. هيا لنبدأ. فهاد المقطع الأول راح نشوفو هاد السيد صاحب المحل أعطى أحد المجوهرات لهاد المرأة، الآن دارتها في يدها كيف ما كنشوفو وكتحاول أنها تخبيها، ولكن صاحب المحل غياخدها منها. الآن راه الجوهرة كاينة عند صاحب المحل والمرأة كتكلم معاه على المجوهرات الآخرين، يعني باش يوريها أشياء أخرى. تبعوا معايا مزيان باش تفهموا ماذا فعلت هذه المرأة. السيد صاحب المحل رجع لها نفس الجوهرة باش تشوفها، الآن راه كتقلب فيها وفي نفس الوقت كتكلم معاه واش عنده شي حاجة أخرى. تيقول لها شوفي هاد الشي اللي كاين هنا، الآن كتشوف فيه وركزوا معايا على هذيك اليد اليمنى ديالها اللي مخبياها. أشنو دايرة فيها؟ دايرة فيها واحد الجوهرة جايباها معاها، كتشبه لهاديك اللي كتقلب فيها دابا واللي بغات تشري. كتكلم مع صاحب المحل وكتسناه يغفل أو يمشي يجيب شي حاجة باش تغير الجوهرة اللي عطاها بهاديك اللي جايباها معاها. بالفعل وضعت الجوهرة المزورة التي كانت في يدها اليمنى وأخذت الجوهرة الحقيقية التي أعطاها صاحب المحل. والآن بدأت كتقيس في هذيك الجوهرة المزورة واللي كتشبه لهذيك اللي خدات. الآن غادي تطلب من صاحب المحل يحسب لها الثمن ديال هذيك الجوهرة اللي بغات تشري. السيد غيبدا يحسب، هي غتفتح الصاك ديالها باش تخرج الفلوس، يعني باش تجبد الفلوس باش تخلصوا. فاش غيقول لها الثمن غتقول ليه بأن الفلوس عندي ناقصة ما كاملاش وخاصني نمشي للسيارة باش نجيب من هذاك الشيء اللي خاصني. هذه خطة باش تخرج من تما بسلام. فهاد اللحظة فاش بغات تخرج كتكلم معاه وكتقول ليه الثمن اللي اتفقنا عليه وغتخلي ليه الجوهرة المزورة تما وغتخليه كيتسنى. في هذا المقطع الثاني غادي نشوفوا هذا الشخص مار وسط الشارع وكيشوف السيارات اللي متوقفين عند هذه الإشارة الضوئية، وهادو اللي معاه أصدقاء ديالو متفقين هما وياه. الخطة ديالهم هي فاش يشوفوا شي سيارة مفتوح لها الزاج وفيها شي هاتف لداخل، هادوك الزوج كيمشوا يشغلوا صاحب السيارة وهو كيجي من الجهة الأخرى وكياخد الهاتف كيف ما كنشوفوا. فهاد اللحظة غيشوفهم هاد الشخص غيحاول أنه يوقفهم ولكن غيهربوا، ثم غيهبط صاحب السيارة بعد ما عرف راسه أنه تسرق. في هذا المقطع الثالث راح نشوفوا زوج أشخاص مكونين عصابة كيسرقوا السيارات، يعني عصابة متخصصة في سرقة السيارات. قرروا أنهم يسرقوا هاد السيارة، هذا غادي يجي عندها وغادي يفتح الباب، هو اللي متخصص في فتح الأبواب.
هاد المرأة واقفة أمام هاد المحل، ربما كتنتظر شي واحد أو كتنتظر صاحب هاد المحل أنه يفتح. ثم غادي نشوفوا زوج أشخاص غادي يوقفوا عليها وغادي يسرقوا لها داك الشي اللي عندها بهاد الطريقة. بعد ما دخلوا وجاو لهاد المكان بداو كيراقبوا الناس اللي خدامين تما وكيتفقوا اشنو يسرقوا، وهاد الشخص معاهم هو اللي مشى وراقب الوضع كيفاش داير. هنا غادي تبدا السرقه، وحده فيهم غادي تاخذ هذيك الاشياء. سكر كيف ما كنشوفو وغادي يمشي. في هذا المقطع غادي نشوفو واحد السوق كيتباعوا فيه الابقار، وهاد الاطفال كانوا غاديين للمدرسه، قالوا شنو نديرو، ندو معنا شويه ديال الحليب. خداو قنينات وبداو تيحلبوا في هذوك الابقار وتيعمروا هذوك القنينات كما كنشوفو. بعد ما قاموا بعملية السرقة
غيغادروا المحل متفرقين وواحد فيهم غي هنا خوتي وخواتاتي العزاز غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.